عندما وضعت القرآن والأحاديث والكتب الإسلامية تحت عدسة مجهري توصلت إلى قناعة مطلقة، لا يمكن أن يقرأ إنسان السيرة النبوية لمحمد ويؤمن بها ويخرج إلى الحياة إنسانا سليما معافى نفسيا وعقليا. أنت تذكر الطريقة التي قتل بها السيدة عظماء بنت مروان عندما قطع أتباعه جسدها إربا إربا وهي ترضع طفلها، والمشكلة عادوا إليه يكبرون، فقال لا يتناطحوا بها عنزان. أنت تعرف أن الماعز تتناطح لأتفه الأسباب، ولكن عند محمد قتل امرأة مرضعة سبب أتفه من أن يتناطح به عنزان. هل هذا نبي من عند الله؟